يلا على بركة الله نبداو أولى فقرتنا، فقرة التغذية. دائما رفقة ضيفتي أسماء الزريول، دكتورة باحثة في مجال التغذية، معنا مباشرة من الرباط. غنتكلموا اليوم كيف ما قلنا على مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية، خصوصا قبل فترة الامتحانات. لا أسماء، صباح الخير. صباح النور حليمة، صباح النور الجميع. صباح الخير عليك أسماء، كنجدد الترحاب بك، غتكوني إن شاء الله ضيفتنا خلال هذا الأسبوع إلى يوم الجمعة. مشروبات الطاقة أسماء دائما كنسمعوا عليها بزاف، عندها إقبال كثير جدا خصوصا في صفوف الشباب، فاليوم بغينا نربطوها مع الامتحانات. كتعرفي بأن الطلبة كيبغيو دائما يقلبوا على أي وسيلة من الوسائل ديال التركيز، فنطرحوا بعد السؤال الأول، واش مشروبات الطاقة كتخول لنا التركيز لأسماء؟ في الحقيقة صحيح الظاهرة ولات كثيرة بزاف، هو أنه لنا كنشوفوا يعني الطلبة كي عندهم إقبال كبير على تناول بالأخص يعني مكملات، ولكن بالأخص مشروبات الطاقة ولات عادة منتشرة بين الشباب على أساس أن يتم ترويج المشروبات الطاقة. وهنا كنتكلم على مشروبات الطاقة اللي فيها تركيزات عالية ديال الكافيين. الكافيين نعم، تركيزات عالية جدا، واللي يعني كيخلطوها مع بالمرة المشروبات الغازية باش كيقدروا مثلا أنهم يسهروا ولا يبقوا وقت أطول مركزين. للأسف أن هذه المشروبات الطاقة هي أخطر ما يكون، ويتم التعامل معها على أساس أنها يعني أمر عادي أو مشروب عادي، خصوصا أنهم هذه المشروبات الطاقة أغلبيتها كيكون مكشوف فيها يعني أنها غير صالحة للناس اللي عندهم قل من 18 سنة. يعني كاين مجموعة منهم غير صالحة، وعلى الرغم من ذلك لقاو مراهقين يعني في بداية المراهقة ديالهم كيتناولوها. وهذا شيء خطر، كنعرفوا أن الحاجيات ديال هي ماشي حاجيات، هي الكمية القصوى اللي يقدر يحتاجها الجسم من الكافيين، ماشي يحتاجها أو لا يتقبلها أو لا يتحملها، هذه هي الكلمة الصحيحة. هي أقل يعني يعني واحد نسبة قليلة، وتمك القوام ضربة في 20 يعني تركيز عالي من الكافيين، ثم تركيز عالي كذلك من السكر، لأنها كتحتوي على نسب كبيرة جدا من السكريات. صحيح، نوعية السكر اللي كتكون فيها واحد النوعية اللي كترفع بواحد الشكل فجائي وسريع نسبة السكر في الدم. حيث هو السكر مصنع يعني السكريات الصناعية. نعم، فكنلقاو يعني النسبة ديال السكريات ديال الكافيين وديال المواد بعض المضافات الأخرى هي اللي ما عندهاش يعني شي قيمة غذائية، فكنلقاوها بواحد الكمية اللي هي كثيرة وعالية جدا. وهذا الخليط هذا ما يعني فعلا كيكون واحد الخليط اللي هو مضر وكيضر بالصحة ديال الجهاز العصبي وديال الأجهزة الحيوية عند هاد المراهقين، خصوصا أنه في يعني طور النمو ويعني كيخلي هاد كيخلي يعني التركيز ديالهم يكون اكثر من يعني كيحمل الجسم ديالهم اكثر من الطاقه. هما مشروبات للطاقه والجسم تيتحمل اكثر من الطاقه. نعم، لان المفروض اننا كنبقاو في واحد النسبه يعني كنحفزوا الجسم وكنحاولوا نشطوا، ولكن بعد ما تيكون هو اصلا مرتاح الجسم بعد ما تيكون يعني حصل على النوم الكافي، الاكل الكافي، الاكل الجيد، وهنا راه تلقائيا غادي يعطيك الجسم. نعم، الا كنتي مرتاح وناعس يعني بشكل طبيعي وتلقائي، يعني ما نحتاجو شيء اننا نضغطوا عليه او نشربوا مثلا هذه المشروبات ديال الطاقه كما قلتي اسماء، لان كيعطيو الجسم يعني واحد الطاقة اللي ربما ما يقدرش يستحملوها بعض الأعضاء، مثلا القلب، لأن كاين بزاف ديال الناس ما كيشربوا هاد المشروبات ديال الطاقة، تتكون واحد زيادة في معدل ضربات القلب.
صحيح معروف الكافيين ان من بين المشاكل اللي كيدير هو اضطراب دقه القلب انه مني انهم ما كيخليش النوم يكون بشكل جيد. هادو كلهم مسائل اللي معروفه على الكافيين. نعم. وكانوا حالات يعني كانت حالات سجلت على ان تناول مشروبات الطاقه كان سبب الله يشفي يعني في الوفاه. ودابا الادهى من هذا اننا ما بقيناش كنشوفوا غير المراهقين. نعم. ولا مثلا الاب مع بنته ولا مع ولده صغير ولا الام كيدخلوا المحل وكيشري لهم عادي مشروب طاقه. هما اطفال وهما اصلا الاطفال راه ممنوع عليهم الاجهزه الحيويه ديالهم ما اكتملتش، فكيفاش غادي نعطيهم وغادي نحمل الجسم ديالهم انهم يصفي واحد الكميه كبيره ديال هاد المواد هذه. نعم طبعا تنتكلموا على مشروبات الطاقه وما تنتكلموا على حتى شي منتج معين او محدد. اسماء زريول، تنتكلموا على مشروبات الطاقه بصفه عامه، وفي مشروبات الطاقه راه كاينين انواع، كاينين كما تنقولوا كاين الزوين وكاين الخايب، وخا هما راه كلهم يعني نفس عندهم نفس الخاصيه، ولكن هما انواع كاينين كثيره يعني اليوم متواجده في الاسواق، وكاينين بعض المشروبات ديال الطاقه اسماء اللي فيهم واحد التركيز عالي من بعض المواد الصناعية اللي كتضر الجسم ديالنا. فكل ما إنسان التجأ للمشروبات اللي هي طبيعية كل ما كان أحسن. أكيد أكيد. وهنا على ذكر هناك أنواع، صحيح هناك أنواع هناك مشروبات طاقة اللي يتم مثلا استعمالها عند الرياضيين وهذه كيتم وصفها عند أشخاص متخصصين أو الأطباء الأغراض معينة للناس اللي كيديروا لا كومبيتيسيون يعني الرياضات التنافسية. وهناك هادو ما كنتكلموش عليهم، وهنا كنتكلموا على هاد النوعية اللي تكون فيها تركيز عالي من الكافيين واللي اي واحد كيشربها يعني ماشي خاصة بالرياضيين. نعم. هذه هي اللي خصنا نردو معها البال بزاف لانه فعلا ولات ظاهره. في حين انه ممكن الانسان يوصل لواحد النسبه عاليه من التركيز اذا كان واحد الفطور اللي هو جيد خدا قيلوله. نعم. انسان واخا غير 15 دقائق امتنع على الاشياء اللي كتطلع سكر في الدم بصفه يعني سريعه وكبيره. يعني كلا بشكل متوازن راه غادي يوصل في التركيز ديالو. وعلاش لا يمكن ليه ياخذ بغا الكافيين يقدر اذا كان مولفه جرعه فنجان قهوه او لا جوج ماكسيموم وغير فنجان واحد راه تيكون كافي الصباح باش انه تيقدر ينعس في الليل، لان كنعرفوا ان التاثير ديال الكافيين كيبقى ساعات بعد الشرب ديالها. يعني يقدر ما يخليكش تنعس الا شربتي في العشيه. وهنا غادي نسمعوا ناس يقول لك انا الكافيين والقهوه ما كتنعسنيش. هذه كتبقى يعني ديزانتوليرونس بيرسونيل يعني كل واحد كيفاش كيتجاوب او كيستجاوب تماما كيتجاوب مع الكافيين. ولكن القاعده العامه هي هذه. وحنا غادي نتكلموا على القهوه خلال هذا الاسبوع هذا لاسماء، غنتكلموا على القهوه وغنتكلموا على التدخين وغنتكلموا كذلك على قله النوم، مجموعه من الاشياء اللي ممكن تاثر سلبا في الشخص او كنتكلموا بالتحديد على الطلبه. لاسماء شكرا جزيلا لك، لكن قبل الا سمحتي كاين سؤال هنا طرحته عليا واحد السيده في انستغرام، كتقول المكملات الغذائيه مثلا كالفيتامين سي الى غير ذلك من الفيتامينات، واش هذا الشيء الا تناولناه بصفه يوميه واش ممكن ياثر لنا على الصحه ديالنا بشكل سلبي عوض ما ياثر بشكل ايجابي؟ هو الفيتامين سي المكملات ديالها الا كان الانسان يعني محتاجها، إلا كان الإنسان كيشوف راسو أنه خلال اليوم ديالو ما تياخدش ما يكفي من يعني من مصادر الفيتامين سي يمكن له ياكلها. ولكن مؤخرا وعلاش أنا كنقول هذا الكلام؟ لأن الحالة اللي كنا كنتعاملوا مع الفيتامين سي على أساس أنه مكمل عادي ما عندنا حتى مشكل فيه، مؤخرا لقوا دراسات أنه كيزيد يحفز الخلايا السرطانية.
غير هو ما عرفناش إن نوع ديال الفيتامين سي اللي كيتسبب هذا الشيء، لأن فيه أنواع في المكملات. إذا أحسن حاجة نلتجئ لما هو طبيعي في الفيتامين سي، ما نقولش ناخدو عطر، ولكن غادي نقول مثلا غادي ناخدو ليمونة جوج ناكلوها، غادي تعطينا ما يكفي من الفيتامين سي. هذه بالدرجة الأولى، أولا ناكلو خلال اليوم أطباق اللي هي خضرة ما طيباش كخضار وفواكه، فكتكون من الاختيارات اللي هي جيدة. ولا قررنا ناخذ مكملات لأننا عرفنا راسنا ما خديناش مصادر الفيتامين سي، فكيمكن لنا أننا نختار نوعية اللي كتكون جيدة وطبيعية من المكملات. طبعا نتكلم على الفيتامين سي المعروف ليل أسماء عفوا، يعني الفيتامين المعروف اللي كناخدوه من الصيدليات ماشي عبارة عن حبوب أو أقراص، المكمل اللي كيدوب في الماء كما تنقولوا إيفيرفيسون. هو يقدر، هو راه فيه أنواع كثيرة، راه فيه أنواع كثيرة جدا، راه فيه اللي كيدوب في الماء، كاين اللي أقراص، كاين اللي غبرة، كاين فاحنا كنشوفوا التركيبة ديال هذاك النوع، وكان يعني كان هي اللي كنعتمدوا عليها. واضح. دونك هي اللي كنعتمدوا عليها باش كنقولوا اما صالحه او لا ما صالحاش. تبنا نكونوا جاوبنا على ليلى المراكشيه. شكرا لك اسماء على التوضيح، واكيد لنا لقاء معك غدا بحول الله على نفس التوقيت. بالنسبه للناس اللي كيتابعونا على الانستغرام، الحساب الرسمي ديالي هو حليمه العلوي، لا عندكم اي سؤال او تساؤل او بغيتوا تطرحوا علينا شي سؤال مباشره ونطرحوه على المباشر على ضيوفنا، مرحبا والف مرحبا. الصفحه ديالي هي حليمه العلوي على الانستغرام ماشي الفيسبوك، على الانستغرام. يلا غادي ناخذوا